رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الأول، أول الأشواط في الحفل الرابع والخمسين من علامة 1800 متر. على بركة الله تعالى الصفيح يتقدم ويخطف الصدارة في هذا الشوط من البداية مع فهد الفريدي. هنا الدخول يأتي لتسعة، منذرهم يخطف الصدارة والمركز الأول. التراجع للصفيح مع محاولة أيضا لرقم 21 حسن العناية في محاولة للتقدم في هذه اللحظات. 14 مزحزح أيضا يتقدم في هذه اللحظة مشاهدين متابعين الكرام في محاولات أيضا للتقدم والتأخر في هذه اللحظة بين الجياد وأخذ التكتيكات المناسبة. وبدأت الإثارة الآن مع الاقتراب من المنعطف الأول في هذا الشوط مع تقدم لمنذرهم. منذرهم يحافظ على الصدارة، وشاهد أيضا مزحزح يتقدم في هذا الشوط إلى المركز الثاني والمركز الثالث للصفيحة في محاولة للتقدم من الداخل. الآن حسن العناية تتقدم في هذه اللحظة، والمركز الثاني يخطفه مزحزح في هذه اللحظات مع محاولة كذلك لرقم تسعة منذرهم للحفاظ على الصدارة في هذا الشوط مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير. منذرهم معالي المتعب يحافظ على الصدارة مع مطاردة وملاحقة من مزحزح وكذلك حسن العناية. ومن الخارج الآن أبرق الرغام، نمر الرغامة يأتي في هذه اللحظة، نمر الرغامة إلى المركز الثاني في هذه اللحظة لحظات المنعطف الأخير. بداية الخط المستقيم، لا زالت الصدارة لمنذرهم ونمر الرغامة من الخارج. وشاهد الآن نقاش يأتي من الخارج الآن في محاولة لخطف الصدارة، ومنذرهم لا زال في الصدارة، منذرهم لا زال في الصدارة، نمر الرغامة وكذلك مزحزح، نمر الرغامة مزحزح محاولات لخطف الصدارة من الخارج الآن، من الخارج. وشاهد الآن رقم 20 ذر الشرف يخطف الصدارة بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله، قوة ذر الشرف رغم المحاولات لمنذرهم الحفاظ على الصدارة.